الراية هي تختلف عن اللواء أم أنهما بمعنى واحد؟ قال بعض العلماء إن الراية واللواء بمعنى واحد، ولعل ما يصلحهم ما جاء في رواية النسائي قال فأعطى أبا بكر اللواء، وفي غد أعطى عمر اللواء، ثم دفع اللواء إلى علي رضي الله عنه، فيكون اللواء والراية بمعنى واحد. وقال بعض العلماء إن الراية تختلف عن اللواء، فاللواء هو العلم الذي يلف، إما أن يلف بعضه أو يلف معظمه، وأما الراية فهي العلم الذي لا يلف، فيكون بينهما وجه افتراق، فكلاهما علم لكن الراية غير ملفوفة، وأما اللواء فإنه ملفوف بعضه أو معظمه، وهذا هو الأقرب. ودليل هذا الترجيح ما جاء عند ابن ماجه وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لواؤه أبيض ورايته سوداء، فجمع بينهما فدل على اختلاف بينهما. ومما يدل على ذلك أن عروة رضي الله عنه قال ما كانت الرايات تعرف من قبل، ما عرفت الراية إلا في غزوة خيبر، إنما كانت الألوية، فدل على الافتراق والتباين بينهما. وقد جاء عند ابن عدي كما قال ابن حجر رحمه الله أن رايته مكتوب عليها لا إله إلا الله، وأما ما ورد من أن رايته خضراء فإنها أحاديث ضعيفة، إنما الثابت أنها سوداء. وأما رواية النسائي وهي ذكر اللواء فيمكن أن يجمع بينهما، فنقول إن الواقعة واحدة، فدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعبرون عن الراية في بعض الأحيان باللواء، ولا امتناع في ذلك لأن كل منهما علم. وعندنا قاعدة في اللغة تقول إذا دار اللفظ بين التأسيس والتأكيد فحمله على التأسيس من باب أولى إلا إذا دل دليل. لما؟ حتى نثري اللغة العربية، فإننا إذا قلنا إن الراية واللواء واحد ما استفدنا معنى آخر، لكن لو ميزنا استفدنا معنى آخر، إلا إذا وجد دليل يدل على التوكيد. ولماذا تتخذ الرايات والألوية؟ تتخذ لتكون علما للجيش، ولذا فإن سقوط هذه الراية يدل على ضعف أو انهزام في الجيش الذي سقطت رايته. ولذا في غزوة مؤتة لما حمل الراية زيد بن حارثة فقتل حملها جعفر بن أبي طالب، فقطعت يده اليمنى فأمسك بالراية بيده اليسرى، فقطعت اليسرى فأمسك الراية بعضديه حتى قتل رضي الله عنه.